أسباب ومسببات عدة ضحيتها طرفي القضية، فالمريض يفقد حياته بسبب تأخير تشخيص أو خطأ فيه، والطبيب يتعرض إلى الاعتداء والشكوى والفصول العشائرية من ذويه، ما دعا إلى الوقوف عند هذا الموضوع الذي تكرر بشكل ملفت للنظر الآونة الأخيرة. لنشر الوعي وزيادة الوعي للوقاية من الأمراض السرطانية، وأيضا الكشف المبكر عن الحالات السرطانية والمعالجة. يتعرضون الأطباء مع الأسف إلى شكوى وإلى فصل عشائري وإلى غرامة، وذاك اليوم أحد الأطباء المشاهير ترك المهنة وهاجر بسبب تعرضه إلى حادثة من هذه الحوادث. عقد الندوات التثقيفية الخاصة لنشر الوعي وتبيان الأسباب التي تودي بحياة المريض سيما المصاب بمرض السرطان، وكذلك للمطالبة بتفعيل قانون الأطباء للحفاظ على هيبة المهنة. يفعلون قانون حماية الأطباء، حماية الشريحة هاي اللي تقدم حقيقة مجهود رائع يعني بظل هالفترة هاي اللي راهنة، بالذات يعني بعد ما انتشار موضوع وباء كورونا، فنحث كل السلطات اللي موجودة التشريعية والتنفيذية لموضوع تفعيل قانون حماية الأطباء. المختصون في الشأن الطبي أكدوا أن هجرة الكثير من الأطباء وتركهم مهنتهم عاد إلى أسباب الاعتداء عليهم وعدم وجود القانون الحامي لهم، بين إمكانيات أجهزة طبية وضعف مؤسسات صحية، وبين جهل وعصبية وغياب قانون يحمي الطرفين، يبقى الضحية تارة المواطن وتارة أخرى الطبيب. من صلاح الدين فراس الحسن، الصغير.